افتتح الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة افتتح فعاليات الاحتفال بيوم الغذاء العالمي، والذي نظمه قسم التغذية والتعليم الطبي المستمر في منطقة الشارقة الطبية تحت شعار كن صحيا مع فيتامين دال، وذلك بمشاركة عدد من الأطباء وخبراء التغذية الذين قدموا أوراق عمل متنوعة. وكان ذلك الاحتفال في فندق راديسون بلو في الشارقة. سنويا منطقة الشارقة الطبية تحتفل بيوم الغذاء العالمي. السنة طبعا تم تسليط الضوء على أهمية فيتامين دال بالنسبة للمواطنين والمقيمين وارتباطه بالأمراض في المجتمع. فيهدف الملتقى اليوم إلى التركيز على أهمية الفحص والكشف عن نسبة وجود الفيتامين د بالنسبة للمراجع لمراكز الصحية، ونهدف من هذا الملتقى اليوم على أساس أن يتم نشر الوعي والتوعية في مجتمع دولة الإمارات واطلاع المختصين على أهم المستجدات في هذه الساحة. يوم الغذاء العالمي هذا تحت رعاية الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي مدير عام الحكومة الإلكترونية، هو دائما يرعانا سنويا لمناسبات الغذاء ويوم الحليب ويوم السكر العالمي. اللي يميز يوم الغذاء العالمي أن نقص فيتامين دال انتشر على مستوى دولة الإمارات بشكل فظيع، وهو مسبب لكثير من الأمراض الخطيرة ومرتبطة بجهاز المناعة. فبغينا نحط مثل عليه الهايلايت أن إحنا نركز اليوم على فيتامين دال، سهولة وصول للفحوصات، التشخيص المبكر. الناس لازم يهتمون أن فيتامين دال هو سبب لكثير من الأمراض، فما يتقاعصون عن عمل التحليل. أيضا من المبادرات الجديدة اليوم مبادرة التشخيص المبكر في المعرض الطبي اللي احنا مسوينه مجانا فحص فيتامين دال، يابين مختمرين متخصصين في فيتامين دال مع التشخيص. تمحورت معظم أوراق العمل والحوارات في يوم الغذاء العالمي في الشارقة حول مشكلة أساسية يعاني منها المجتمع في الإمارات، وهي نقص فيتامين دال الذي يؤثر بشكل كبير على كل وظائف الجسم. لذلك خرجت أوراق العمل والمحاضرات بتوصيات تؤكد على ضرورة الكشف عن النقص من خلال فحص الدم وعلاج نقص فيتامين دال بالغذاء الصحي والتعرض للشمس للعلاج وأيضا للوقاية من هشاشة العظام. تضمن الاحتفال بيوم الغذاء العالمي في الشارقة افتتاح المعرض الطبي المصاحب الذي شاركت فيه عدة جهات طبية وحكومية وشركات المواد الغذائية.